خلال 4 سنوات اعتمدت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أصنافاً عدة من القمح والشعير والقطن، وعادت اليوم لتعتمد مجموعة أصناف من التفاح مقاومتها عالية جداً لمرض الجرب، تلائم البيئة السورية كما تخفض تكاليف الإنتاج، حيث تنضج بوقت مبكر وتدعم خاصية التصدير. البحوث العلمية الزراعية تعمل لسنوات طويلة على تنفيذ مجموعة من البحوث العلمية الزراعية على كافة أنواع الزراعات، كان لها جهد مباشر في إنتاج أصناف أو انتخاب أصناف للتفاح ملائمة للبيئة السورية. هذه الأصناف تتميز بأنها أصناف مبكرة الإنتاج، تنضج في شهر آب، وبالتالي تتوافق مع الموسم السياحي، وبنفس الوقت هي تتميز بتخفيض تكاليف الإنتاج. طبعا تم الموافقة على اعتماد هذه الأصناف من قبل لجنة الاعتماد الوطني للأصناف، وهي 3 أصناف مبكرة بالإضافة إلى صنف جراني سميث وهو صنف متأخر النضج. طبعا هذه الأصناف مقاومتها عالية جدا لمرض الجرب، وهو آفة مفتاحية ورئيسية بالنسبة للمنطقة الوسطى والمنطقة الساحلية. الاجتماع الذي ناقش اعتماد الأصناف الجديدة انتهى باعتماد 3 أصناف من البامية أيضا، تتصف بكونها ذات إنتاجية جيدة وصفات تكنولوجية ممتازة، وتفيد تطوير الإنتاج سواء للاستهلاك المباشر أو لعملية التصنيع الغذائي. الهدف من العمل ومن التقرير الموجود والمعروض هو الوصول إلى سلالات نقية من البامياء، وتوثيق هذه السلالات المحلية نظرا لأهميتها في مقاومة التغيرات المناخية، حيث أن المواد الوراثية الموجودة لدينا بالأساس ضمن القطر والتي نعمل على تحسينها وتطويرها هي أساس من أساسات صمودنا في مقاومة التغيرات المناخية لاحقا. اليوم تقرير الاعتماد ناقش موضوع استنباط 4 سلالات من البامياء، تم اعتماد 3 منها في يعني ذات إنتاجية جيدة وصفات تكنولوجية ممتازة. هذا ودعا وزير الزراعة محمد حسن قطن بختام الاجتماع شركات القطاع الخاص لتأسيس شركات لإنتاج البذار لتسويقها محليا وخارجيا والتخفيف من الاستيراد، لافتا إلى أن الوزارة ستزود هذه الشركات بالأصناف التي تمت تنقيتها من البامياء والأصناف الهجينة من البازلاء والكوسة للمساهمة مع الدولة بعملية إنتاج البذار.